رجع لنا تاني دكتور إكرام لمعي، رئيس مجلس الإعلام بالكنيسة الإنجيلية. أهلا بيك يا دكتور. أهلا دكتور. ومعانا كمان على التليفون، هيبقى معانا مع حضرتك الأنبا مرقس أسقف شبرا الخيمة وتوابعها، يا نيافة الأنبا أهلا بيك يا فندم. نيافة الأنبا مرقس أهلا بيك. أنا كان بتكلم مع الدكتور إكرام، يعني بسأله في مسألة التجلي السيدة العذراء. قول يا دكتور، أنت كنت بدأت الكلام لكن التليفون فصل، اتفضل. أنا بقول إنه ده حصل بعد نكسة 67، وكان ظهور العذراء علشان يشجع الناس بعد النكسة، وفي نفس الوقت يؤيد الجيش المصري رغم هزيمته في 67 زي ما حضرتك عارف. فبالتالي احنا كانجليين لا نؤمن بالظهورات، وبنعتقد انها مقصود بها الهاء الشعب عن الهزيمه وعن اللي حصل في 67 واللي حصل للجيش واللي حصل للشعب. يعني حضرتك تؤسس على ان هذا ظهور سياسي اكتر منه حقيقي. وثبت كمان انه حاجات بتتعمل بالليزر وحاجات زي كده مع مرور الوقت، يعني حصل ده وابتدى يقل مع الوقت كمان. يقل، ولما بيكون في رواج ولما يكون في زي مثلا من ساعه السيسي ما جه وابتدى يكون في ارتباط بين الشعب وبين الرئيس والوقفة اللي وقفها مع الإخوان وإعادة تعمير الكنائس اللي اتحرقت وكل الحاجات الإيجابية دي اللي حصلة والإصلاح الاقتصادي بالذات، يعني خلاص يعني ده أنهى مثل هذه الظواهر او حاجه زي كده. طب يعني في تاسيس ديني، يعني انت تقصد انه طالما ان اوضاع المسيحيين استقرت ولا توجد مشاكل او ازمات فما ظهرتش لانه الظهور سياسي ونفسي، ده وجهه نظر حضرتك. هل في يا دكتور تاسيس ديني في الكتاب المقدس بتستند ليه الى رفض مساله التجلي دي؟ ما فيش ظهورات في الكتاب المقدس غير ظهور السيد المسيح بس، هو ظهر بعد قيامته من الأموات وظهر فقط لتلاميذه أو للناس اللي بيؤمنوا به مرة واحدة أو كده قبل الصعود يعني. لكن ظهور القديسين مش موجود في الكتاب المقدس.